السلام عليكم. التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط، بينما الحوثيون يؤكدون إصابة الهدف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة، بينما أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إصابة الهدف بدقة. وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتابع نشاطات الجماعة بإطلاق المسيرات المفخخة وتتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس. ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية، لكن البارحة أعلن الحوثيون عن استهداف بطائرتين مسيرتين مواقع حساسة للجيش السعودي داخل الأراضي السعودية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.